ساعات كتير بنحس بكسل كبير ناحية الحاجات اللي دايما بنخطط ليها زي دراستنا شغلنا الحاجات اللي زي دي، وبنحس بانخفاض كبير جدا في الانتاجية اننا مش قادرين نكمل كسلانين. في نفس الوقت ممكن نسكرول على السوشيال ميديا لساعات او نلعب فيديو جيمز، نعمل حاجة من الحاجات اللي بتبرينجز اس جوي او بنحس فيها بلذة من اللذات يعني. والحقيقة ان السبب ورا الكسل ده حاجتين مهمين جدا، هو ايه الهدف من اللي انت بتعمله؟ لو الهدف من اللي انت بتعمله اقل بكتير جدا من المجهود اللي المفروض تحطه فيه، طبعا هيحصل كسل كبير. وحاجة تانية، هل انت بتحب اللي انت بتعمله ولا لا؟ بس السؤال المهم، هل ممكن امرن عقلي ان هو يحب يعمل الحاجات الصعبة او يتقبل الحاجات الصعبة على الاقل علشان افضل اكمل سواء في موتيفيشن او لا من غير كسل؟ السؤال ده كان دايما في بالي لحد ما عرفت عن الكونسبت اللي هو دوبامين ديتوكس. الدوبامين جرعات كتير بناخدها في الوقت الحالي بسبب حياتنا اللي اتغيرت فجأة دي، وبقت الجرعات دي ازيد بكتير من الجرعات اللي في الحياة الطبيعية. الكومنتس واللايكس وده حب الصورة بتاعتي وده شكر فيها وده مش عارف عجبه الفيديو والكلام ده، دي كلها جرعات من الدوبامين. ببساطة كده علشان اقرب لك الموضوع، زي اللذات اللي انت بتاخدها وانت بتاكل. لو الاكل طعمه حلو عندك استعداد انك تكمل مهما كانت بطنك مليانة، بطنك اتملت ومعدتش قادر تكمل، وده هيأذيك في صحتك او كده، لكن بتستمر انك تاكل لان عقلك مبسوط بجرعات الدوبامين من كل لذة بتحطها زيادة من الحاجات دي لانك مستمتع بطعم الاكل. هي دي بالظبط اللي موجودة في السوشيال ميديا، في الكومنتس، في اللايكس، في الحاجات اللي زي دي. ومحتاجين جدا نقلل منسوب الدوبامين اللي هو مختلف عن الحياة العادية، لان ده بقى عامل زي المخدرات، زي ما واحد كده بيسكر بعد كاس، وواحد اتعود انه يشرب 3-4 مرات مثلا في اليوم، فمهما شرب لسه بدري على ما يسكر يعني. لان حياتنا بقت مليانة بمغريات كتير حوالينا، حصل خلل في نظام المكافأة الموجود في ادمغتنا، الريورد سيستم بقت بتفرز دوبامين كتير وبشكل عشوائي. بقى صعب إقناع نفسنا بحاجات مفيش فيها لذات مباشرة ومكافآت لحظية، في حين وجود عالم مليان بالمغريات حوالينا. أجسامنا وأنفسنا مبنية على نظام متزن جدا اسمه الهوميوستاسيس. النظام ده دوره إنه يحافظ على الاتزان في أجسامنا. لما بنحس بالحر درجة حرارة الجسم بتزيد علشان نعرق، وبالتالي الجسم بيتخلص من جزء من الحرارة علشان يفضل محافظ على درجة حرارة معينة. ولما بنحس بالبرد بنرتعش علشان نولد طاقة الجسم يفضل محافظ بيها على درجة حرارة 37 درجة مئوية. ولما بيختل توازن الجسم مثلا بيغمى علينا علشان نقع، وبالتالي الدم يوصل أكتر وبسرعة للدماغ اللي بدوره بيعيد التوازن تاني للجسم. لما بنخل بجانب نفسي مهم جدا زي تعودنا على جرعات كبيرة من الدوبامين باللذات الكتير حوالينا من السوشيال ميديا والأكل اللذيذ الكتير، بيبقى صعب علينا نقبل مهام زي الشغل والدراسة وغيرها. ونصيحتي هي عزلة عن المغريات دي من وقت للتاني، تحديد وقت معين ليها، مش في أي وقت، مش في أي وقت من اليوم، أو بالبعد عنها لفترة من الزمن علشان نعيد نظام المكافأة تاني في أدمغتنا الاتزان. وهو ده ببساطة الدوبامين ديتوكس. علشان نبدأ نحس بالحاجات الأقل، نبدأ نقدر الحاجات اللي بقت أصعب زي الكتابة بالإيد، زي القراءة والحفظ، نبدأ نحس تاني بمتعة الكلام مع بعض بعيد عن موبايلاتنا، المشي بدون رسائل وإيميلات، نقدر جمال الحاجات البسيطة حوالينا تاني. ومن هنا يعني هوبفولي إن احنا هنقدر نتقبل مهام صعبة لما نحس بالملل من غير لذات كتير. هيكون وقتها الشغل أقل ملل، والدراسة هيبقى اختيار يعني مقبول، وده مجرد أسلوب بس للتعافي من الإحساس بالملل من الشغل على أهدافنا طويلة المدى مثلا. لسه في جزء مهم جدا وهو العادات. في 2015 جت لي فكرة السفر والشغل بره مصر، في 2017 اتحققت الفكرة دي. وقد إيه القرار ده كان صعب جدا، والهدف ده كان صعب الوصول إليه في الفترة من 2015 ل 2017، ولكن الهدف ده كان كويس إن هو حطني بس على الطريق، بدأ يرسم لي الخريطة اللي أنا هبدأ أمشي عليه. ولكن كان لا يمكن الوصول لهدف زي ده من غير خطوات، من غير من الآخر كده عادات تخليني قادر ان انا اوصل للهدف ده في النهاية. وتكوين عادات جديدة في الحقيقة مش سهل، وفي نفس الوقت صعب التخلص منها بعدين لما تبقى عادات مستمرة ونتعود عليها. من اهم العادات اللي كانت ساعدتني في الفترة دي هو اني طورت عادة كانت حلوة جدا وما زلت مستمر عليها لحد النهاردة، هي اني كنت بسمع بودكاست كل يوم في مجال انا بحبه او عن حاجة انا مهتم ان انا اسمع عنها، يعني سواء في البيزنس او في الحاجات اللي هي بتقربني من الهدف اللي انا رايح له في النهاية.
والحقيقة ان ده كان حلو جدا في انه يرسم حالة جوه دماغي كده من الشخصية اللي انا شايف نفسي عليها في 2017، او الشخصية اللي انا شايف نفسي عليها في نهاية الطريق اللي انا عايز اوصله. بسمع لناس اوريدي وصلوا لنفس المكان اللي انا عايز اوصله، ناس بيتكلموا في البيزنس، الحاجة اللي انا عايز اروح اشتغل فيها، ناس بيتكلموا في جوانب انا مهتم بيها مثلا زي الاوفشورينج، حاجات اكوزيشنز او استحواذات شركات على شركات تانية، بيزنس استراتيجيز، وممكن بيتكلموا عن بيزنس موديلز وحاجات كتير جدا انا مهتم في الدوائر اللي انا مهتم بيها. بس كان تكوين عادة زي دي ما كانتش سهلة زي like it sounds يعني، او زي ما هي سهل ان انا بتكلم عنها دلوقتي. من اسهل الحاجات اللي ممكن تخلينا نكون عادات مستمرة ودايمة هي اننا نربطها بعادات مستمرة وممتعة ودايمة في الوقت الحالي. ان انا كونت عادة البودكاست دي ربطتها بعادة حلوة جدا وممتعة جدا ومستمرة دايما معايا، هي عادة ان انا بشرب قهوة كل يوم الصبح. على قد ايه انا بحب القهوة وبستمتع حتى بالبروسس بتاعت عملها وكده، فده ساعدني جدا ان انا ازود الشغف ده او ميكس ده بحاجة تشتغل بنفس فكرة الاوتو بايلوت، اللي هو ان انا احط هيدفون في ودني اول ما بروح اعمل القهوة دي. وبتستمر معايا البودكاست لاني ببدأ اتفاعل معاه وتفاعل مع الكلام والحالة اللي بدأت تتكون حواليا، وبتبدأ تفصلني عن الواقع اللي هو ممكن يكون سيء في الوقت الحالي ومازال سيء، وابدأ اتفاعل مع الكلام وحتى اكتسب معلومات جديدة. وده ساعدني ان انا اطور الانجليش، احب المجال اكتر اللي انا بشتغل فيه او رايح اشتغل فيه، وفي نفس الوقت اطور معلومات كتيرة ودايمة جدا عن المجال ده باستمرار. العادة التانية اللي طورتها كانت هي الكورسات، او ان انا ببني كوميونيتي حوالين الحاجات اللي انا بحبها، الناس المهتمين بنفس الشغف بتاعي بنفس الاتجاه اللي انا عايز اروحه، ناس مهتمين بالسفر او بالدراسة اكتر، او يعني مش بالدراسة، بالعلم، بالانجليش، بالبزنس، بالكلام ده، علشان دايما يبقى في حالة من الموتيفيشن حواليا من الناس المهتمين بنفس المجالات اللي انا مهتم بيها. يفضلوا نفضل نكلم بعض، نفضل نحفز بعض، حتى لما بنيجي نتكلم في خروجاتنا بيبقى الكلام حوالين المواضيع دي، علشان يفضل دماغنا باستمرار بيزقنا ناحية الطريق ده، ويفضل يحفزنا طول الوقت ان احنا خلاص عايشين في الحالة دي لحد ما تتحقق ان شاء الله. حاجات مهمة جدا ساعدتني زي الدايت، او ان انا اقلل الاكل او قلة الشبع. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول، نحن في حديث شريف، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. الشبع حاجة مؤذية جدا، حاجة بتقلل طاقة الجسم بشكل كبير جدا. الدايت كمان بيدينا إحساس بالنشاط كبير، بيخلينا منفتحين أكتر على الناس، عايزين نشوف ناس ونتقابل مع مجتمعات ونخرج، وبيدينا جزء كبير من الانفتاحية. ويمكن انتوا حسيتوها في أوقات كتير لما عملتوا دايت قبل كده مثلا، أو أوقات كتير وانتوا حاسين بالسمنة والأكل الكتير والتعب وعايز أنام مش عايز أخرج، حاجات دي كلها بسبب الإحباط والهبوط اللي بيعمله الشبع وجرينا ورا اللذات الكتير بدون تفكير. كمان من الحاجات المهمة جدا هو نظام اليوم، النوم والصحيان. نظام اليوم هنا في الصين من أهم الحاجات اللي ساعدتني، او ساعدت كل الناس هنا يمكن ان هم يطوروا من الانتاجية بتاعتهم. الناس هنا بتنتج كتير في يومها بسبب نظام يوم very structured هنا، من اول ما بتصحى لحد ما بتنام كل حاجة متسيستمة. انا قبل الساعة 12 بتلاقيني بنعس لوحدي، وده غير اليومين دول عشان احنا في حجر وكده، بس يعني في الايام العادية مع السيستم اللي احنا متابعينه، يعني تلاقيني قبل الساعة 12 بنام لوحدي، وقبل الساعة 5 او الساعة 5 من غير منبه وغيره بتلاقيني قايم وفايق ونشيط وكل حاجة. الحاجات المهمة جدا اللي هتساعدك ان انت تنجز وكل يوم الصبح ما تمطلش في انك تقوم وهقوم ليه وانا تعبان، وتقفل المنبه كذا مرة والكلام ده كله. حاجتين مهمين جدا، انك قبل ما تنام تقعد مع نفسك تدي نفسك خطة اليوم اللي بعديه بشكل واضح وستركشرد جدا، اللي هو بكرة انا هعمل كذا وكذا وكذا، هقوم الصبح الساعة 6 مثلا، هعمل كذا، هصلي مثلا، بعد ما هصلي هبدأ اسمع بودكاست لحد الساعة مثلا 8، بعدها من الساعة 9 للساعة 12 هبدأ أقرأ كتاب كذا كذا. فأول ما بتصحى الصبح عينيك بتفتح، بتفتكر الخطة دي على طول، لأن هي آخر حاجة ذكرت بيها عقلك قبل ما تنام.
حاجة تانية انك تبعد الموبايل عنك عن السرير او عن المكان اللي انت نايم فيه، تقلل يعني فرصة ان انت تكسل وتضغط على وتعمل السنوز باتن وتضغط على السنوز باتن او توقف الموبايل او توقف المنبه وتنام تاني، والكلام ده كله حاجات دي ساعدتني بشكل كبير جدا. برضه من الحاجات المهمة جدا اللي اتذكرت في كتاب The Rise of Superman لستيفن كوتلر اللي اتكلمت عليه في قبل كده في فيديو بتاع الباشون او الشغف، اتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي الفلو. منها كان انك تغير ظروف الشغل باستمرار او تغير ظروف العمل باستمرار. لو تقدر وانت مثلا بتذاكر انك تغير مثلا من المكتب للصالة وبعد كده من الصالة للبلكونة، او انك تخرج على كافيه او تربطها بحاجات بتحبها زي شرب قهوة مثلا برا او ورك سبيس، ده كان طريقته في انه يزود البرودكتيفيتي بشكل كبير او يزود قبولنا للحاجات الصعبة بشكل كبير. قلل من محبطات حواليك، فلان نجح وفلان وصل، ركز على نفسك وتخلص من جلد ذاتك باستمرار، وحوله لدافع ذاتي طاقة ووقود كده دايما يزقك ويحفزك ان انت تشتغل على اهدافك طويلة المدى باستمرار علشان توصل.